اهلا بيكم في حلقه جديده او في معلومه في 5 دقايق. النهارده هنتكلم عن الضرايب العقاريه في امريكا. يعني ايه الضرايب العقاريه؟ دي ضريبه بتدفع للبيوت، ضريبه لو انت انسان اون الهاوس بتاعك او يعني عندك بيت بتدفع على البيت ده ضريبه. طبعا الضريبه بتختلف من ولايه لولايه ومن مكان لمكان. طب الضريبه العقاريه دي بتتقيم على ايه؟ بتتقيم على سعر البيت اللي الكاونتي عندك محدده، بيتعامل على السكوير فيت بتاع البيت ومساحة البيت كام، وبيتقدر عليه ما بتبصوش على الابجريد الموجود جوه البيت، بتبص على المساحة. ودي القيمة اللي بتدفع عليها الضرايب كل سنة. لو انت بتدفع مورجج بتبقى داخلة من قيمة المورجج بتاعك، حاجة اسمها بنسميها الاسكرو، دي بتكون موجودة مع بتدفعها مع الانشورانس على البيت، بيعملوها كومباين مع بعض، بيبقى دي الاسكرو وبتدفعها كل مانثلي بيمنت معاك، هتلاقيها تقسمت المانثلي. عباره ان شركه المورجج بتجمعها منك كل شهر وبتدفعها. الضرايب بتدفع مره واحده في السنه، تقريبا بتبقى في شهر 10 متهيألي، لما هنا في فيرجينيا 10 او 12، يعني انا ما كنتش دقيقه في التاريخ، بس انا عارفاه ان هما بيلموها. وفي بعض الاماكن بتاخدها على مرتين، يعني بتاخدها بيدفعوها على مرتين، مره في شهر 6 ومره في شهر 12، حاجه زي كده. ودايما شركه المورجج بتبعت لك جواب تقول لك احنا دفعنا السنه دي كذا للضرايب، وبرده الكاونتي بتاعتك بتبعت لك جواب بيقول لك احنا قدرنا بيتك بكذا وانت دفعت ضرايب بكذا. فالفترة الأخيرة دي هتلاقوا ناس كتيرة بتقول إحنا المورجج بتاعنا زاد، المورجج بتاعنا زاد، المورجج بتاعنا زاد. طب ليه المورجج زاد؟ حاجة من الاتنين، أنت الضرايب بتاعت البيت يا إما بترتفع أو التأمين بيرتفع. التأمين لما بيرتفع أنت ما بتحسش بيه قوي، لأن هو التأمين مثلا بيبقى 1000 1500 في السنة كلها، فأنت لو جيت عملته على 12 شهر اللي هو بيدفعها مرة واحدة هتلاقي هزيد 10 20 دولار. لكن لما هتلاقي زيادة 50 او 100 دولار اعرف ان دي الضرايب. ليه؟ الضرايب بتزيد على حسب قيمة البيت. النهاردة المعروض في الماركت مش كتير، يعني برضو من الحاجات اللي انا شفتها في الفترة اللي فاتت انه بيقولوا ان السمسرة بتعلي في الفلوس. ايوة جماعة، انا واخدة بيتي ب45 الف زيادة، انا واخدة بيتي كتمن 45 الف دولار زيادة عن راجل ما كان طالب. ولما كنتش في التوقيت ده اللي بيحصل ايه النهاردة؟ النهاردة الفايدة عالية جدا، الفايدة النهاردة وصل 7% تقريبا، يعني 7%. انا واحدة من الناس واخدة قرض ب2% او ب2.5%، هروح ابيع البيت ده واروح اشتري بيت تاني ب7%؟ لا، محدش هيعمل كده. واللي حصل ساعة ايام الكورونا ان الناس ما باعتش بيوتها عشان تشتري تاني، اجروا بيتهم وراحوا اشتروا تاني، فبقى المعروض قليل، ان هو عمل انفست في الريل استيت واشترى بيت. فانت النهارده لما البيت بيزيد ضرايبه لان هو مفيش معروض، معلش رجعت لكم تاني. فانت النهارده لما البيت ضرايبه مفيش معروض، فالضرايب طبعا بتزيد لان قيمه الارض بتعلى. فانت الفتره اللي فاتت دي كلها الناس بتشتكي ان البيت او المورجج بتاعي زاد، ده سبب من الاسباب، لان تامين البيت زاد او الضرايب زادت، وهي موست لايكلي الضرايب زادت لان يعني هتيجوا تلاقوها كده. هما دايما بيبعتوا لك ورقه بيقول لك مثلا في 2020 احنا قدرنا البيت بكذا، في 2021 قدرنا البيت بكذا، فانت هتلاقي كل سنه ان التقدير ده ممكن تلاقي سنه عالي وسنه واطي. ليه؟ علشان هو بيشوف الماركت عامل ازاي وبيشوف قيمه الارض دي قيمتها ازاي، عشان كده هو بيحط القيمه العقاريه على ده، مش على الابجريد اللي حاصل جوه البيت او اللي انتوا عاملينه جوه البيت. الابجريد والحاجات دي بتفرق لما بنيجي نشتري البيت، بتفرق واحنا بنشتري البيت. اللي بيحصل في الماركت دلوقتي يا جماعه زي ما انا قلت ان المعروض مش كتير. يعني انا كنت بقول ان انا وقت ما كنت بشتري انا فاكره ان كان في الحته اللي انا طالباها هم 27 بيت، قعدت 3 اسابيع واحنا بندور هم 27 بيت، اتشال بيت وتحط بيت، اتشال بيت وتحط بيت، وهم 27 بيت هم هماهم بيزيدوا وبينقصوا في يعني البيت اللي بيتباع بتحط واحد مكانه، البيت اللي بيتباع بتحط واحد مكانه وخلاص. فما كانش عندك معروض كتير، فانت في التوقيت ده ما بتقدرش تبقى تختار صح.
ادفايس للناس برضو، ده المفروض كنت اعملها حاجه لوحدها بس هعملها معاك. الناس اللي بتقول اشتري ولا ما اشتريش، اشتري حتى لو الفايده عاليه، وفاعمل فاينانس قدام. لو انت لقيت حاجه عجباك وانت كماديا تقدر عليها اشتريها، وبعد كده اعمل ريفاينانس لو كانت هي المشكله مشكله الفايده. الفايده يمكن السنه دي ما تنزلش، يمكن السنه الجايه ما تنزلش، يمكن على السنه اللي بعدها تنزل، احنا ما نعرفش. انا لما جيت امريكا كانت الفايده عاليه قوي، اول ما جيت امريكا كانت الفايده عاليه جدا. انا بصراحه ما كنت نوت، يعني اول بيت خدته كان ب4، تاني بيت خدته ب2.8، فانتوا وده على خلال سنين. ولما عملت فاينانس على البيت الاولاني كان 4، عملت فاينانس على 3.75. حد يقول لي تعملي فاينانس على 0.5%؟ اه بنعمل فاينانس حتى لو على 1%، 0.1%، لان ده بيوفر لك فلوس. يعني انا برضو قلت القصه دي قبل كده، قلت انا هحكي لكم القصه دي لوحدها يعني. فده التوتال بتاع الحلقه، ان انا لما نخلي بالي ان الضريبه العقاريه ما لما بيجي ولازم تدفع، يعني الضريبه العقاريه بتدفع سواء من المورجج، بياخدوا قسط قطاع من المورجج بتاعك، بيستقطعوه كل ما بيزودوا على المورجج، وهي شركه المورجج اللي بتدفع للمورجج، يعني هي اللي بتدفع ليهم مش انت اللي بتدفعها، الا في حاله سداد القرض بتاع البيت بالكامل. لو انت اون الهاوس، لو انت خلاص دفعت 15 سنه او 30 سنه ودفعت الفلوس بتاعه البيت، بتيجي تدفعها ضرايبك، سواء بتعملها على مرتين في السنه او مره واحده في السنه بتدفعها. احنا عندنا مثلا هنا في فيرجينيا بندفع ضرايب على عربيات، بندفعها دايما في شهر 10، بندفع على كل عربيه بيقدر لك العربيه دي كام، وبرده ضرايب البيت بتتقدر كام، وانت بتدفعها مسؤول عنها. ولو ما دفعتش الضرايب دي بتاعه البيت، بيخصمها لك من اخر السنه من الضرايب بتاعتك. بيعمل يعني يقول لك لا انا هاخد فلوسي الاول بعد كده اخد الضرايب بتاعتك. ف يعني ايه، هنا ما بيهزروش في الحاجات دي، ما نلعبش معاهم في الحاجات دي. استنونا في حلقه تانيه جايه كتير من هاني ومرا في بدل امريكا. باي باي.